تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. في تفسيرها قال ألا ومن مات على حبي ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا. أولهم علي عليه السلام، اللهم صل وسلم. قل لا أسألكم عليه أجرا، ما اشتيه أجر على ما علمنا النبي وعلمنا الفرائض والسنن والكل. قال ما اشتيه إلا أن تحبوا أهل بيت. المودة في القربة، قال منهم قرباك يا رسول الله؟ قال علي وفاطمة وابناهما، الله يرزقنا حبهم واتباعهم. ولا الحمد لله ما مذهبنا هو بين يذكر بين يقول قال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال بين نقرأها نقرأها مع بالله أدلة تقول أنت الشرط الشارك بالله إلا واحد يقرأ ويتعلم ديه يدري اللي حين يستمع واحد أنه بين يقرأ. مرة احنا عن سيدي أحمد خبرنا الجماعة ما بلا بنشرع في عربية بنقرأ ضربته وضربنا ما هم في ذه ورجع ناس يشتي روح. قال تكتز عليه الرحمة مع هؤلاء أنتم إن شاء الله أن الرحمة حاطة من حين بدأت لما تنجح الجلسة الله يوفقنا جميعا ويسددنا جميعا. ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، الله يرزقنا الشهادة ووفقنا استشهد على حب آل محمد ونموت عليه. فلذا بالدعاء الله يرزقنا أن نموت على حب آل محمد. فيا العقيدة لك لسيدنا بن هبه الله يحفظه ويبقيه وسام فياك في الوصية نموت على حبهم وفي نهجهم. ألا ومن مات على حب آل محمد قال زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجها. ألا ومن مات على حب آل محمد ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة. شنو ما هي سهلة الجلسة حنبدي ملك قالت ابنها الجنة. وجو واحد من اللي قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة. الله يجعلنا من هؤلاء، اللهم صل وسلم على محمد الذي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. ما يسهل حين يجب كل عمر واحد أهله لا جابت الملائكة لا تذل يا ولي الله أبشر بالجنة الله يرزقنا ذا الجلسة الله يرزقنا ذا الجلسة ويجعلها أحسن زيارة وأسعد زيارة في ذا الوقت من ملائكة الله. ونحن من هؤلاء. فالحين يجي واحد في القبر كذلك وصل في القبر بشره منكر ونكير بالجنة لأن متولي آل محمد ومات على حبهم. احنا نشتي هذا الموت على حب آل محمد وأولادنا وأزواجنا وضراري ضراري لله يرزقنا وإياهم حب محمد وآل محمد وأخوتنا اليمنيين جمع أهمان لو ما بدنا لا ندخل جنة جمعه نسلم من النار نعوذ بالله من النار. الله يوفقنا جمعه ويسددنا جمعه. والله العالم بأغراضنا ما معنى غرض إلا ندخل جنة نسلم من النار. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. ثاني ما به بعد يوم القيامة خرج ولقيه الملائكة لا تخاف لا تذل لأنه من أولياء الله الأولياء الله حنا محب محمد وآل محمد على في سياق الآية وذي اللي مبغض آل محمد ما بلا بين ذكروا آل محمد واعتقد عرق بينه ولا ذكروا علي عليه السلام وإيش ما لهمها في علي علي واعتقد عرق. الله يهدينا ويهديهم لهم حق يهتدون. باقي يوم القيامة مكتوب بين عينيه اللي هو مبغض محمد وآل محمد ومات مكتوب بين عينيه آيس بالرحمة الله آيس يجي واحد من تيعك الرايات اللي قال سيدنا أعوذ بالله ما هي سهلة أنه جاء في التاريخ عصر أنهم لعنوا علي بن أبي طالب فوق المنابر ليه اللحنة بين لعنوا علي ومرضي معاويه قال الله ما أصلي له حتى يهرم عليها الكبير حتى يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير وتكون سنة من بعده وعلى نبلوان على الأنوار المنظر سيدي مجيد يقدر راح
لين جاب أحاديث جاذبة. ما فندعين الله يرزقنا حب محمد وآل محمد ونموت عليه اللي قلنا ذا. الله يوفقنا جميعا احنا وياه.